بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى بأن يبقى في المسجد ليله ونهاره ولا يخرج إلا لحاجة ويرجع إليه، هذا هو الاعتكاف، وهو مشروع في رمضان وفي غيره، ولكنه في رمضان أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان تحريا لليلة القدر، فلما ترجح عنده أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلى العشر الأواخر. فالاعتكاف سنة وعبادة عظيمة، وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. الاعتكاف معناه أن يبقى في المسجد ليله ونهاره، لا يخرج إلا لحاجة لا بد له منها ثم يعود. والاعتكاف خلوة يخلو المسلم لذكر الله ولتلاوة القرآن في مكان من المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يحتصر له مكان من المسجد، يعني يستر في خوص أو في حاجز، وكان يخلو فيه لتلاوة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى. وأما ما يسمونه الاعتكاف الجماعي فهذا ليس اعتكافا، هذا ليس فيه خلوة وليس فيه ذكر لله، بل هذا معناه اجتماع وتبادل للأحاديث والضحك وغير ذلك، هذا ليس اعتكافا. الاعتكاف أن ينفرد في مكان خاص وأيضا في مكان معزول لأجل أن يتفرغ لذكر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا هو الاعتكاف المطلوب، ويكون في العشر الأواخر أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا انشغل عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان قضاها في شوال. فالاعتكاف عبادة عظيمة، الله جل وعلا قال: ولا تباشروهن، يعني الزوجات، وأنتم عاكفون في المساجد. فمباشرة الزوجة من المعتكف تبطل الاعتكاف لهذه الآية، وهذا بالإجماع، المعتكف يتجنب هذه الأمور المخلة باعتكافه، ويحرص على أن يقضي وقته بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالخلوة بربه عز وجل، ولا يخرج إلا للصلاة مع الجماعة. المعتكفي يخرج يصلي مع الجماعة في المسجد ثم يعود إلى موطن اعتكافه، ولا يكون الاعتكاف مجلبة للزائرين وتبادل الحديث وما أشبه ذلك، هذا ليس هو الاعتكاف المشروع المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى المعتكف أن يلاحظ هذا، ولا يعتكف جماعة في مكان واحد، كل مسلم يعتكف في مكان خاص يخلو فيه بربه عز وجل ويتفرغ لذكره وعبادته، هذا هو الاعتكاف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يحرص على شعيرة الاعتكاف، والاعتكاف لا حد له، قد يكون الاعتكاف يوم أو عشرة أيام أو، فالاعتكاف ليس له حد محدود، وإنما له أحكام خاصة معروفة في كتب أهل العلم، فليتقيد الإنسان بآداب الاعتكاف، وأن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل، وأن لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة لا بد، كالوضوء
وإحضار الطعام لنفسه إذا لم يكن عنده من يأتي به، ويحرص على الخلوة لذكر الله عز وجل. هذا هو الاعتكاف المشروع الذي يرجى لصاحبه الأجر والثواب. وأما الاعتكاف الذي هو اسم اعتكاف ولا يتقيد بأحكامه فهذا ليس اعتكافا هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا حريصين على إقامة السنة والاعتداء فيها والإخلاص لوجه الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.